بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، والمراد بها هنا العقوبة المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا، الشارع هو الذي حددها، هي توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، على معصية وهي معصية الردة، معصية الزنا، معصية القذف، معصية شرب الخمر، شرب المسكر، ومعصية السرقة، ومعصية قطع الطريق. هذه الجرائم قدر الشارع لها عقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها، ويراد بها حفظ الضرورات الخمس، الضرورات الخمس: حفظ الدين، وذلك بحد المرتد، حفظ النفس، وذلك بالقصاص، حفظ العرض، وذلك حد الزنا، وحفظ العقل، ذلك بحد المسكر، وحفظ الأمن، ذلك بحد قطاع الطريق. فهذه الخمس لا يستغني عنها الناس، فلذلك جاء الشرع بحفظها ورتب على من اعتدى عليها، رتب عليه هذه العقوبات ردعا عن انتهاكها. وهذا من رحمة الله وحكمته سبحانه وتعالى بعباده، لأجل حمايتهم وحماية مصالحهم. والحدود لها تأثير كبير في حماية المجتمع، ولذلك جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، خير لها من أن تمطر 40 صباحا، وذلك لأن الله يصلح بها الأرض من الفساد. الله جل وعلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله أصلحها بهذه الحدود وأحكام الشريعة، الذي يريد أن يفسدها هذا يسمى من المفسدين في الأرض، من أهل الفساد، والله لا يحب الفساد. أعداء الشريعة من الكفار
والمنافقين ومن الجهال من المسلمين الذين يدعون المعرفة ينتقدون هذه الحدود ويقولون فيها وحشية وفيها قسوة، فلا يليق في هذا العصر قامتها، ويقولون هذا انتهاك لحقوق الإنسان. عندهم الإنسان هو المجرم، سمى إنسان، أما المعتدى عليه والمظلوم فلا يسمى إنسانا، فهم يرحمون المجرم ولا يرحمون المعتدى عليه. فأي إنسان هذا الذي يعتدي على الناس؟ إن حقوق الإنسان هي في إقامة الحدود، هي اللي فيها حفظ حقوق الإنسان، لكن هؤلاء انتكست عقولهم فاعتبروا أن الاعتداء ليس جرما، وإنما الجرم أن يعاقب المجرم، يعاقب المجرم، هذا يسمى اعتداء على حقوق الإنسان عندهم. فالشارع هو الذي حمى حقوق الإنسان وليست قوانين البشر التي تجري الإنسان على الإجرام والعدوان، فإنها فساد في الأرض، والشريعة صلاح للأرض وأهلها. الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص فيه حياة للبشرية وحقنا لدمائها، فإذا قتل المعتدي تأمن الناس، أولا هو إذا تذكر أنه سيقتل يكف عن القتل فينتج نفسه، وثانيا إذا اعتدى وقتل وأقيم عليه القصاص فإن الناس يرتدعون ويأمنون على دمائهم. وبالله عليكم كم يقتل في القصاص وكم يقتل في الجرائم؟ قارنوا، يقتل في الجرائم مئات وآلاف، ولكن القصاص أفراد، يقتل أفراد فيقف الناس عند حدهم. الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة، يقف الناس عند حد، يقتل أفراد فيقف الناس عند حدهم، بينما لو لم يقم القصاص لقتل مئات وآلاف من الناس، كما هو واقع في الدول التي لا تقيم القصاص. قطع يد السارق كم تشوفون بالمجتمع من ناس مقطوع أيديهم؟ ما تشوفون إلا نزر يسير أو ما تشوفون، ومع هذا البلاد متأمنة ولله الحمد، متأمنة. فكم ترون بالمجتمع من مقطوع الأيدي؟ ما ترون إلا قليل أو ما ترون أحد، لأن السراق إذا عرفوا أنها ستقطع أيديهم امتنعوا عن السرقة وكفوا عنها، وحميت أموال المسلمين. أما لو لم تقطع يد السارق فإن الأموال ستصبح نهبا للمجرمين، ولا يأمن الناس على بيوتهم وعلى متاجرهم وعلى بضائعهم، يصبحون في قلق وهم. فإذا أقيم هذا الحد صينت الأموال، ولهذا قال والسارق
قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هذه اليد الخائنة التي امتدت وأخذت المال وهتكت الحرز جزاؤها أنها تقطع حتى لا تتكرر هذه الجريمة. تقطع يد واحد ويأمن الألوف ومئات الألوف والملايين من البشر يأمنون، تقطع يد واحدة فيأمن الناس كلهم. فما هي هذه الوحشية التي يقولون؟ هذه هي الرحمة، ليست وحشية. الوحشية لو ترك المجرمون يعيشون في البلد ويرهبون الناس ويأخذون أموالهم، هم هي الوحشية. حد الزنا أغلى ما عند الناس الأعراض، أغلى ما عند الناس أعراضهم. فإذا اعتدى مجرم على عرض وأقيم عليه الحد أمن الناس على أعراضهم وارتدع المجرمون. الله جل وعلا يقول: الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا أقيم الحد على الزاني امتنع عن الزنا مرة ثانية وامتنع غيره وحفظت الأعراض لإقامة الحد على الزنا. هذا في البكر يجلد 100 ويغرب عاما حتى يرتدع. وأما الثيب الذي تزوج وأدرك حرمة الزوجية، عرف حرمة الزوجية ثم بعد ذلك يعتدي على أعراض الناس، هذا يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن جريمته أشد من جريمة البكر. البكر ما تزوج ولا أدرك حرمة الزواج والفراش والذرية، تغلبه الشهوة. أما هذا فبعدما أدرك وعرف بعد ذلك وزالت عنه شدة الدواعي تزوج، فماذا يطلب؟ أمن له ما يدفع به شهوته ثم بعد ذلك يعتدي، هذا يرجم بالحجارة حتى يموت، لأنه ينشر الشر في المجتمع. وما تسمعونه الآن من مرض فقد المناعة الذي سببه الزنا واللواط شيء معروف، واشتهر وصار هؤلاء يعزلون عن المجتمع حتى يموتوا حسرة، يموتوا وهم متحسرون ولا فيه علاج لهم. هذه عقوبة والعياذ بالله، نقمة إلى الله عز وجل، عبرة للناس. كذلك الأمن، الناس يسافرون ويحملون بضائع ويحصل اتصال بين المدن وبين القرى وبين البادية والحاضرة، الناس بحاجة إلى تأمين السبل لأجل مصالح العباد. فإذا جاء قطاع الطريق وأقاموا على الطرق يهددون الناس بالسلاح والقوة، يأخذون أموالهم ويقتلون من يقتلون، فهذا من أعظم الفساد في الأرض.
ولهذا قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا من أجل حفظ الأمن في الطرق، ولأجل أن تتصل البلاد بعضها ببعض وتنتظم المصالح ويأمن الناس في أسفارهم، فإقامة حد قطاع الطريق هذه فيها مصالح وعلاج لأخطر جريمة في المجتمع. فأين هؤلاء الذين يقولون إن هذه الحدود فيها قسوة؟ بل فيها رحمة، ليس فيها قسوة، إنما فيها رحمة للعباد، وإن كان فيها مضرة على من تقع عليه لكنها مضرة جزئية يدفع بها مضار كثيرة، وارتكاب خط الضررين لدفع أعلاهما قاعدة معروفة في الشريعة، لمضرة على من تقع عليه لكن فيها مصالح، صالح للمجتمع، ما هو بينظر إلى نوعية العقوبة وقوة العقوبة، بل ينظر إلى آثارها، ينظر إلى آثارها وثمراتها. فهذه الحدود فيها رحمة للمسلمين. أنتم تعيشون الآن ولله الحمد في أمن، تسافرون وتنامون وفي بيوتكم آمنون في طرقاتكم، السبب في هذا تحكيم الشريعة وإقامة الحدود. فهذه عبرة واضحة لكم ولغيركم، وهذه البلاد امتازت على بلاد الدنيا كلها، امتازت على بلاد الدنيا كلها بالأمن. هل سبب ذلك أن هذه البلاد قوية أقوى من غيرها؟ لا، هو سببه أنها أقوى من غيرها، سببها شيء واحد لا يوجد عند الغير، وهو تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة التي منها إقامة الحدود ولله الحمد. فهذه الحدود نعمة من الله عز وجل، وليست قسوة ولا وحشية، بل الوحشية والقسوة في ترك المجرمين يعيثون في الأرض فسادا، هذه هي الوحشية. نستطيع بل نجزم أن نقول إن هذه الحدود محاربة للوحشية، هي محاربة للوحشية وليست هي وحشية، بل هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهي تشريع من حكيم حميد، ما هي تشريع بشر يخطئ ويصيب أو يدخله الهوى أو الضعف، هي تشريع من حكيم حميد يعرف مصالح العباد ويعرف ما يؤمن لهم حياتهم، فهو سبحانه وتعالى حكيم حميد، ما هي من وضع البشر حتى يقال إنها غير ملائمة وغير مطابقة، بل هي في الوضع الحكيم الحميد الذي يعلم مصالح العباد، يعلم ما كان وما سيكون، فهو الذي شرع هذه الحدود في غاية من الحكمة، غاية من الدقة، وغاية من العلم، تنزيل من حكيم حميد. فهذه الحدود نعمة من الله عز وجل وليست قسوة، وإنما هي لمحاربة القسوة، محاربة الفوضى، محاربة الفساد في الأرض،
نعم. كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ. الحد عقوبة لا تجب إلا بشروط، لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون من يقام عليه الحد بالغا، فإن كان صبيا لم يبلغ فلا يقام عليه الحد، لأنه لم يبلغ سن التكليف، لأنه لم يبلغ سن التكليف فلا تجب عليه الواجبات الشرعية، لكن يعذر، يعذر. وإذا أتلف شيئا يضمن، إذا أتلف شيئا، إذا أخذ مال أحد يضمن المال ما يروح حدر، إذا اعتدى على أحد أو ضرب أحدا يعذر. نعم. إذا قتل أحدا يعتبر هذا من قتل الخطأ، فيكون فيه الدية وفيه الكفارة على المذهب، فيه الدية وفيه الكفارة. إذا بلغ يصوم أو يعتق، تقرر الكفارة. نعم. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، على بالغ عاقل. فإن كان بالغا وليس عاقلا، مجنونا أو معتوها، إنه لا يجب عليه الحد، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف، فاقد للعقل. نعم. ملتزم. أن يكون ملتزما وهو المسلم، المسلم إذا أسلم يلتزم بأحكام الإسلام، يخرج بذلك الكافر الحربي، الكافر الحربي، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن عنده الكفر وهو أشد. وكذلك المعاهد إذا لم يلتزم، لأن يجرى عليه نظام البلد، إذا لم يلتزم بهذا فإنه لا يحد، وإنما يعذر وينهى، ينهى عهده وعقده. أما إذا التزم بنظام البلد ووقع على هذا فإنه يقام عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على اليهوديين في المدينة، أقام حد الزنا ورجم الزانيين اليهوديين، وقتل اليهودي الذي قتل الجارية، لأنهم ملتزمون بهذا، ملتزمون بحكم الإسلام. نعم. عالم بالتحريم. أن يكون عالما بالتحريم، فإن كان حديث العهد بالإسلام ولا بعد تعلم ولا يدري أن الزنا حرام أو أن السرقة تقطع فيها اليد أو أن الخمر حرام، فهذا يدرى عنه الحد لجهله، يدرى عنه الحد لجهله. نعم. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. نعم. فيقيمه الإمام أو نائبه. من هو الذي يقيم الحدود؟ تولى إقامة الحدود هو الإمام، الإمام العام أو نائبه، أمير البلد أو المحافظ، تعبير اليوم محافظ القرية أو المدينة أو أمير المنطقة، هذا نائب عن الإمام، فيقيم الحدود ويحضر إقامتها من أجل الضبط، منع الاعتداء. ما هو كل أحد يقيم الحدود، ما هي من صلاحية الأفراد، بل هي من صلاحية ولي الأمر، لئلا تحصل الفوضى، ولئلا يتدخل الجهال والمتعالمون فيفسدون أكثر مما يصلحون، لأن الحدود تحتاج إلى تقرير، تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى النظر في الشروط، شروط إقامة الحد، فلا بد من هذه، وهذا لا يقوم به إلا ولي الأمر أو نائبه.
حتى تضمن المصلحة وتنتفي المفسدة. نعم. ويقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، المكان الذي تقام فيه الحدود في كل مكان غير المساجد، تقام في الأسواق عند ساحات المساجد الخارجية من أجل أن المصلين يرون إقامة الحد، ولا تقام داخل المسجد لأنه ربما يحصل إساءة إلى المسجد لنجاسة أو دم أو غير ذلك. نعم. ويضرب الرجل في الحد. كيفية إقامة الحد، كيفية إقامة الحد إذا كان بالضرب، يضرب قائما، يوقف ويضرب وهو واقف، يمسك ويضرب ولا يمد على الأرض حتى يراه الناس. وفي الأثر ليس في ديننا مد ولا قيد، ولا ليس في ديننا مد ولا قيد. نعم. ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ويكون الآلة التي يضرب بها الصوت وهو العصا الصغير، هذا خشبة ولا شيء كبير، بل صوت عصا، عصا خفيف لا جديد لأنه قوي يؤلم أكثر من المطلوب، ولا خلق، صوت خلق لا ينكي بالمحدود ويتحطم، بل يكون الصوت بين الجديد وبين القديم. نعم. ولا يمد. نعم. ولا يربط. نعم. ولا يجرد. ليس في ديننا مد، كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه، ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد، لا يجرد من ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان. أما أنه يلبس أشياء تمنع منه الألم، يجعل ملابس يتوقع بها الألم، إنها تنزع، لأنه الآن يقولون فيه ناس يلبسون ملابس ويجعلون أشياء بينهم وبين السياط، فهذا يمنع. أما أنه يلبس قميص أو قميصين فلا مانع من ذلك، لأن هذا لا يمنع من وصول الضرب إلى جلده. أما إذا اتخذ وقاية، الوقاية تمنع. نعم. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان حسب الحاجة، عليه قميص أو قميصان. نعم. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. صفة الضرب أنه يكون بين الشدة وبين الضعف، ويكون قوي حيث يشق الجلد ويجرح، لأن القصد تأديبه وليس القصد قتله، فلا يضرب ضربا قويا يجرح جلده أو يكسر عظمه، ولا يتهاون بالضرب حيث يكون اسم بدون مسمى، بل يكون ضرب له ألم ولكن لا يكون ضربا قويا. نعم. ويفرق الضرب على بدنه، لا يتوالى الضرب على مكان واحد، بل يفرق على بدنه لأجل أن يتفرق الألم على جسمه، ولئلا يضره، لأنه إذا توالى الضرب على مكان واحد ربما يضره أو ربما يقتله، فيفرق الضرب على بدنه ليذوق كل موضع من بدنه العذاب. ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، يتقى مواضع من جسمه لا يضرب عليها، لا يضرب على الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه ونهى عن الوسم في الوجه، فالوجه يحترم لأنه مجمع الحواس، ربما يؤثر ذلك على سمعه أو على بصره أو
أو على شمه أو غير ذلك، فيتقى الوجه لا يضرب معه، فإذا ضرب فإنه يتقي الوجه. في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، في رواية على صورة الرحمن، الوجه يتقى لما له من الأهمية في بدن الإنسان، ويتقى المواضع القاتلة، يعني في مواضع من البدن قاتلة لو ضربت ربما يموت الإنسان، حساسة، فيتقى المواضع الحساسة من بدنه. نعم، فيتقى الرأس كذلك، رأس حساس ربما يكون في موضع قاتل، يقولون في موضع لو غرز فيه إبرة أو دبوس يموت الإنسان، موضع حساس. نعم، ويتقى الرأس والوجه والفرج، والفرج لأنه محل النسل وحساس، فلا يضرب على الفرج ولا على الخصيتين لأن هذا يضرب. نعم، والفرج والمقاتل، والمقاتل في البدن. نعم، والمرأة كالرجل فيه، المرأة كالرجل فيما سبق أنها تضرب بصوت لا جديد ولا خلق، وأنها توقف تضرب وهي واقفة، لكن تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف. نعم، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، تضرب جالسة لأنها لا أستر لها، وتشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، لئلا تنكشف عند الضرب. نعم، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. نعم، وأشد الجلد جلد الزنا. نعم، الجلد أيضا يتفاوت، فجلد الزنا هذا أشد الجلد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فيضرب يجلد جلدا شديدا لكنه دون ما يشق الجلد أو يكسر العظم، لكن يشتد في الضرب في الزنا لأنه أشد الجرائم. وللآية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم، ثم القذف، ثم القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهو يلي الزنا في شدة الضرب، لأن القذف فيه عار على المقذوف، فيه عار وفيه إهدار لكرامته وتلطيح لعرضه، فناسب أن يشتد في ضرب الجاني. عقوبات ذكرها الله، جلدوهم 80 جلدة هذه واحد، ثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الثالثة وأولئك هم الفاسقون، والرابعة في الآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيده في الآخرة، وجزاؤه في الدنيا إقامة الحد عليه وإسقاط عدالته، ووصفه بالفسق مما يدل على عظمة أعراض المسلمين وحرمة الاعتداء عليها. نعم، ثم الشرب، ثم حد الشرب وهو المسكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد نحو من 40، جيء بشارب فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الحاضرين أن يجلدوا، فمنهم الضارب
بالعصا ومنهم الضارب بالثوب ومنهم الضارب أظن في النعل نحو من 40، فهو أخف الضرب في الحدود. نعم. ثم التعزير، ثم التعزير وهو التأديب في معصية لا حد فيها. التعزير هو التأديب في معصية لا حد فيها ولا قصاص، هذا يأتي له باب خاص، لكن الجلد فيه هو أخف في الجلد، أخف من الجلد في الحدود. نعم. ومن مات في حد فالحق قتله. إيه نعم، إذا أقيم الحد للجلد ثم مات المجلود فلا ضمان فيه، لأن موته مترتب على مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، الحق قتله فلا ضمان إذا لم يحصل اعتداء في إقامة الحد. إذا كان إقامة الحد على المواصفات المذكورة ثم مات المحدود فلا ضمان فيه، لأن موته مترتب على مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا. وأما إذا كان الحد رجما فإن المرجوم يرجم بالحجارة حتى يموت ولا يحفر له، يعني في خلاف، بعض العلماء يقول يحفر له، ورد الماعز حفر له لكن لم يثبت هذا، يرجم حتى يموت، ولأنه يترك له المجال لعله يتوب وينكر، يعني إذا كان رجمه باعترافه، إذا كان رجمه باعترافه يترك له المجال لعله يتراجع ويمنع إقامة الحد عليه، تدرع الحدود. أما إذا ثبت عليه الحد بالبينة فلا يقام عليه الحد ولا يتراجع عنه. نعم. باب حد الزنا. لما فرغ من مقدمة الحدود وصفة إقامتها أراد أن يفصل، فبدأ بالزنا لأنه أخطر الجرائم وحده أعظم الحدود. نعم. إذا زنى المحصن رجم حتى الموت. حد الزنا على قسمين، الجلد وهذا للبكر، هذا للبكر، والرجم وهذا للمحصن، والمحصن هو المتزوج زواجا صحيحا بعقد صحيح، هو المتزوج الذي وطئ امرأته بعقد صحيح كما يأتي. نعم. إذا زنى المحصن رجم حتى الموت. والرجم هذا لا يوجد الآن في القرآن، لا يوجد في القرآن ذكر الرجم، وإنما الذي في القرآن ذكر الجلد، الزاني هو الزاني أجلد كل واحد منهما 100 جلدة، لكن ثبت الرجم في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القراءة التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تتلى في سورة الأحزاب ثم نسخت ولم تكتب في المصحف، لكن بقي حكمها، فالجلد الرجم ثابت في السنة المتواترة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام وأمره برجم الزاني، ومن فعله فإنه أقام الرجم على اليهوديين وأقام الرجم على ماعز رضي الله عنه
وأقام الرجم على الغامدية فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله والسنة متواترة فيه، ولم ينكره إلا الخوارج، لم ينكره إلا الخوارج الذين لا يرون الرجم ويقولون أنه ليس مذكورا في القرآن. فعمر رضي الله عنه خطب وقال يوشك أن يأتي من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله في آية قرأناها ووعيناها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا. نعم. إذا زنى المحصن رجم حتى الموت، حتى الموت يعني ما يرجم يترك حتى أنه تعود إليه حياته، بل يرجم حتى يموت في الحجارة. وهذا تطهير له، تطهير له وردع لغيره. نعم. وإقامة الحد عليه في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح. من وطئ امرأته، أما من وطئ أمه، من وطئ أمة مملوكة له فهذا لا يعد إحصانا، وإنما إذا وطئ امرأة زوجة، زوجة له. نعم. من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب فهي تحصنه، الكتابية تحصنه مثل ما تحصنه المسلمة، لأنه نكاح شرعي. نعم. في نكاح صحيح، في نكاح صحيح يخرج إذا كان النكاح فاسدا، كان يكون بغير ولي أو بغير شهود أو يكون بغير رضا الزوجين، يعني ما اختل شرطه فهو فاسد، وما اختل ركنه فهو باطل. هذا في النكاح، فيه فرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. فالنكاح الباطل هو ما اختل ركنه وهو مجمع على بطلانه، أما الفاسد فما اختل شرطه، وفيه خلاف بين العلماء، سموه فاسدا لأن فيه خلافا بين العلماء. نعم. وهما فلو تزوج امرأة بغير ولي أو بغير شهود أو بغير تراضي ووطئها لم يحصنه هذا النكاح، لأنه نكاح غير صحيح، نكاح فاسد، فلا يعد إحصانا. نعم. وهما بالغان، وهما بالغان. أما لو حصل الوطء والزوج صغير أو المرأة صغيرة لا يطأ مثلها، فهذا لا يثبت الإحصان، يعني لا بد من العقد الصحيح ولا بد من الوطء، لا بد من العقد الصحيح ولا بد من الوطء فيه، ولا بد من البلوغ من كل منهما من الزوجين، ولا بد من العقل أن يكون كل من الزوجين عاقلا، فإن كان أحدهما مجنونا لم يحصل الإحصان بهذا الوضع. نعم. وهما بالغان عاقلان حران، حران. أما إذا كان مملوك، إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو كلاهما هذا لا يعد إحصانا. نعم. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، إن اختلت الشروط فيهما جميعا فلا إحصان، يكون يرجع إلى الجلد. أما وكذلك إذا اختل الشرط في واحد منهما فقط، اختل شرط في أحدهما فلا إحصان، ما هو لابد أنه يكون اختلال الشرط في الاثنين، حتى ولو كان اختلال الشرط في واحد منهما فلا إحصان حينئذ ولا رجم، إنما يرجع إلى الجلد. نعم. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. هذا النوع الثاني من حد الزنا وهو الجلد، إذا زنى المسلم غير المحصن الذي لم
لم يقع في نكاح صحيح، لم يقع امرأته في نكاح صحيح، هذا غير محصن، هذا يسمى بالبكر، فهذا يجلد 100 كما في الآية الكريمة وكما في السنة المطهرة، ويغرب عاما. تغريب ليس في القرآن وإنما ثبت بالسنة، بمعنى أنه ينفى من بلده الذي حصلت فيه الجريمة إلى بلد آخر ليعيش في مجتمع لا يعرفه ويمكث فيه حتى ينسى هذه الجريمة. نعم، هذا فيه تغيير المكان، أن تغيير المكان فيه حكمة. نعم. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام، فثبت التغريب بالسنة. كان في الأول، في أول الإسلام، المرأة تخبس، المرأة إذا زنت تخبس. قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. تخطب إذا حصل منها فساد، تحفظ في البيت حتى يؤمن عليها ويسلم المجتمع من شرها، فإما أن تموت تنتهي المشكلة، أو يجعل الله لهن سبيلا في المستقبل، وقد جعل الله لهن سبيلا، فجعل بدل الحبس، جعل بدل الحبس الجلد للبكر والرجم للمحصن، هذا هو السبيل الذي وعد الله به في الآية. نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فنسخت الآية. نعم. وغرب عاما ولو امرأة. نعم، ولو امرأة، المرأة تغرب ويسافر معها محرم، لا تروح تسافر وحدها، يسافر معها محرمها ويسكنون في بلد مسافة قصر أو أكثر عن البلد الذي وقعت فيه الجريمة، حتى يتغير المكان ويتغير الحال، لتغيير المكان يتغير الحال. نعم. والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. أما المملوك فعلى النصف، على النصف من الحر، والرجم لا يتنصف، تنصف الجلد، فعليه الجلد على كل حال ذكرا كان أو ثيبا، ولا يغرب لأن في تغريبه إضرارا بسيده، وسيده ليس له جريمة، فيجلد 50 جلدة سواء كان ذكرا أو ثيبا، لأن الرجم لا يتنصف، والله جل وعلا يقول في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني على الحرائر، نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، وهو الحد، سمي الحد عذابا لما فيه من الألم ولما فيه من الذلة، فهو عذاب، عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا عام في البكر وفي الثيب. نعم. ولا يغرب. نعم، لأن التغريب إضرار بسيده، وسيده ليس له ذنب. نعم. وحد لوطي كزان. اللوطي هو الذي يأتي الفاحشة في الدبر والعياذ بالله، هذا المذهب أنه مثل الزاني، إن كان بكرا يجلد 100 ويغرب، وإن كان ثيبا يرجم حتى يموت، لأنه وضع في فرج يشتهى، فهو مثل الزنا، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يقتل على كل حال ذكرا كان أو ذيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث لا بأس به، ولأن الصحابة أجمعوا على قتله، الصحابة أجمعوا على قتل لوط، لكن اختلفوا في الكيفية التي بها يقتل. فبعضهم يقول يحرق بالنار، وقد حرق أبو بكر وخالد بن الوليد رضي الله عنهما حرقوا اللوطية. والقول الثاني أنه يلقى من شاهق من مرتفع ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. والقول الثالث أنه يقتل بالسيف، وهذا هو الذي يعمل به الآن، أنه يقتل بالسيف. فالصحابة أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في الكيفية، وهذا لا يؤثر على المسألة. يعني يلقى من شاهق أو يحرق أو يقتل بالسيف، المهم أنه يقتل، أنه يقتل بكل حال، لأن هذه جريمة بشعة أشد من الزنا، في محل ما هو من العادة أنه توضع فيه الشهوة، هم محل الحرف، نساؤكم حرف لكم، أما أدبار الرجال فليست محلا للحرف، وفيه فساد. ويقول ابن القيم في الجواب الكافي، يقول إن المفعول به إنه إذا وضعت فيه النطفة كونه يقتل أسهل من كونه توضع فيه نطفة. الذكر إذا وطي ووضع فيه النطفة فكونه يقتل أهون عليه من أنه يفعل به هذا الفعل، لما في ذلك من الذلة والهوان وإهدار البشرية، ويصبح الإنسان مثل المرأة ممتهن. فكونه يقتل ويستريح أهون من أنه يعمل به هذا العمل. نعم. ولا يجب الحد إلا الآن في بلاد الكفر يحمون اللوطية قانونا من حقوق الإنسان عندهم، أنه ما يتعرض لهم لأنهم أحرار، واللوطية يقيمون نوادي ومؤتمرات، اللوطية يقيمون مؤتمرات ويخطبون فيها ويتكلمون ويمدحون هذه الجريمة، ومفسوح لهم قانونا. هذا نظام الكفار والعياذ بالله. نعم. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. يكفي أن نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجلد الزاني المريض مرضا شديدا؟ إذا كان المرض مزمن ولا يرجى زواله فإنه يجلد على حسب ما يتحمل. هذا يبي يأتي في حديث أن رويجلا كان في المدينة، وكانت تأتيه امرأة تخدمه فزنى بها، فآمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بعثكال، يعني العثكال اللي هو قنوى النخلة فيه 100 شمراخ، بعثكال فيه 100 شمراخ، يخفف عليه الحد. وهذا كما في قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه نذر إن الله شفاه أن يضرب زوجته 100 جلدة، لأنها تخلفت عنه في بعض الأيام، وكانت تخدمه فتخلفت عنه بعض الأيام، فنذر إن شفاه الله أن يضربها 100 جلدة. ولما لها من خدمته وفضلها ومحافظتها عليه، الله خفف الله عنها، فقال لنبيه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني في يمينك، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه قصة أيوب عليه السلام، ومثلها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المريض الذي لا يتحمل الجلد. أما إذا كان مرضه ليس مزمنا
يرجى زواله يؤجل الحد عليه، يؤجل حتى يصحو من المرض ثم يقام عليه الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزاني الذي سبق له الزواج ولكنه في حال الزنا كان مطلقا لزوجته، هل يجلد؟ نعم، ولو كان مطلق، لو هم تزوج من 50 سنة وزنى بعد 50 سنة أو 60 يقام عليه الحد، لأنه محصن، حصل له الإحصان وعرف قيمة الزوجية وعرف قيمة الأعراض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الزاني أن يخبر الناس بعمله إذا تاب؟ لا، فالأحسن أنه يتوب بينه وبين الله ويستر نفسه، أنه يتوب ويستر نفسه ولا يبين هذا للناس، الله جل وعلا يحب الستر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تاب إنسان من، ولكن ما حصل من ماعز رضي الله عنه والمغامدية رضي الله عنها من إصرارهما على أن يقام عليهما الحد، فهذا من قوة التوبة، هذا من قوة التوبة فيهما رضي الله عنهما، ولا وإن كان الأحسن الستر على أنفسهما، لكن لم يستطيع من قوة التوبة، لأن يعني ضاقت بهم الأرض فلم يستطيع أن يصبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تاب إنسان من حد من الحدود كزنا البكر، فهل له أن يطلب من صديقه مثلا؟ إذا تاب إنسان من حد من الحدود، تاب، نعم، كيف تاب؟ إذا أقيم عليه الحد ما والتوبة قبل أن يعلم عنه، قبل أن يثبت عليه الحد. نعم. فهل له أن يطلب من صديقه الذي يثق به أن يطهره من هذا الذنب بأن يقيم عليه حد؟ يعني قبل ينتهي إلى السلطان، وقبل ينتهي يعني تاب، يكفي أنه يتوب، ولا يطلب من صديقه، ولا يسوغ لصديقه أن يقيم عليه الحد، كما سبق لكم أن إقامة الحدود من صلاحيات ولي الأمر، فلا يجوز لصديقه أن يقيم عليه الحد، ويكفيه أن يتوب، والله يتوب على من تاب، والله ستير يحب بالستر سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السجن الآن يعتبر من التغريب؟ لا، عند الحنفية نعم، عند الحنفية يعتبر هو التغريب، كما قالوا في أو ينفوا من الأرض، قالوا معناه السجن، ولكن الجمهور لا، التغريب هو أن ينفى من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر ليتغير المكان ويتغير الحال. نعم. لأنه ربما يكون في وسط فاسد أو أصدقاء سوء فيبعد عنهم إلى بلد ما يعرف فيها حد، وأيضا حتى أنه ما يعير في البلد، ما يعير في البلد، يروح الناس ما يعرفونه ولا حصل عليه ضرر من التعيير أو من. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لتغريب المرأة، ألا يختفى بسجنها لأن تغريبها قد يؤدي إلى فسادها؟ إذا توفر لها المحرم فيجب التغريب، أما إذا لم يتوفر لها المحرم ليس عليها تغريب. نعم. يقول وهل يجب على الحج؟ الحج إذا توفر لها المحرم يجب عليها الحج، إذا لم يتوفر فإنها تنتظر حتى تجد المحرم. نعم. وهل يجب على المحرم أن يذهب معها ولو كان عليه ضرر في معيشته؟ لا، المحرم ما يلزمه، المحرم ما يلزمه، لكن إذا تبرع وأراد أن يحافظ على هذه المرأة فإنه يستحب له ذلك، أما أنه يلزم أنه لا يلزم، لأنه ليس له ذنب، هو ليس له ذنب حتى يسافر ويغرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتراط العلم بالتحريم في وجوب الحد، هل المقصود العلم بتحريم المعصية فقط، أم لا بد أن يعلم بكيفية حد هذه المعصية ومقداره؟ لا بد من الاثنين، لا بد من الاثنين، العلم بالتحريم هذه المعصية، وإذا كان ما يعرف تحريم المعصية فمن باب أولى أنه ما يعرف الحد،
من باب أولى أنه ما يعرف الحد. إنسان توه مسلم، توه مسلم أسلم حديثا ولا درى أن الزنا حرام وأن شرب الخمر حرام، هذا ما يستعجل عليه، بل يبين له ويؤخذ باللطف واللين حتى لا ينفر من الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وطئ رجل زوجته المجنونة فهل يكون محصنا بذلك؟ لا، لا يتم الإحصان بذلك، يشترط أن تكون عاقلة وهو عاقل أيضا، يشترط أن يكون حال الوطئ كلاهما عاقلا، لأن المجنونة لا تتم بها النعمة، لا تتم بها النعمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله ولا يحفر للمرجوم في الزنا، هل المقصود بهذا الكلام لا يحفر له أثناء رجمه أم لا؟ أثناء رجمه، أجل ما يحفر له قبر؟ لا، أثناء رجمه لا يحفر له أثناء رجمه، لأنه روي أن ماعزا حفر له، لكن لم يثبت هذا. نعم. ولأجل إذا كان أنه ثبت عليه بالإقرار، من أجل أنه يتمكن أنه يهرب ويتراجع، ودنا أنه يتراجع ويستر على نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا في بلد لا تقام الحدود فيه نعم. إذا كنا في بلد لا تقام الحدود فيه نعم. كحد المرتد، فهل يجوز لنا إذا انتشر الارتداد أن نقتل كل من ارتد بدون إذن من الإمام؟ لا، لا يجوز لكم هذا، هذه الحدود فوضى، ولكن عليكم أنكم تنكرون المنكر بحسب استطاعتكم، وأما إقامة الحدود فلا، لا تقام الحدود إلا بأمر السلطان، إلا بأمر السلطان. لكن ربما يقال إن الجاليات، الجاليات التي في بلاد الكفر إذا كان لها رئيس ومركز، مركز إسلامي ولا هذا المركز له رئيس، أين هذا يقوم مقام، مقام الإمام، يكون نائبا عن إمام المسلمين مثل الأمير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى في حد القذف، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ثم قال سبحانه إلا الذين تابوا، هل هذا الاستثناء عائد إلى الثلاثة أم إلى الشهادة والفسق أم إلى الفسق فقط؟ هذا في خلاف بين الأصوليين، إذا تعقب الاستثناء جملا فهل يرجع إليها جميعا أو يرجع إلى الأقرب منها، خلاف بين العلماء على قولين، منهم من يقول أنه يرجع إلى جميع الجمل الثلاث، إلا الذين تابوا فإنهم يعاد لهم اعتبارهم وتقبل شهادتهم، هو ومنهم من يقول أنه يرجع إلى أقرب الصفات إلى الاستثناء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقد على امرأة بعقد صحيح ولم يجامعها وطلقها ثم وقع في الزنا، فهل يقام عليه الحد؟ يعني هل نعده محصنا أم ذكرا؟ مجرد العقد ما يكفي، لابد معه من وطء، لابد حتى لو استمتع بها بالقبلة أو باللمس أو بالجماع دون الفرج، هذا لا يعد إحصانا حتى يجامعها في الفرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتساهل بعض الناس في دخول الأقارب كإخوانه على زوجته في البيت وهي لوحدها أو ليس معها إلا أطفالها الصغار، فهل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز لأحد أن يدخل البيت التي فيه امرأة ليست من محارمه إلا بمن تزول به الخلوة، وهو البالغ، أن يكون عنده نساء أو امرأة على الأقل بالغة أو رجل من محارمها، قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وتحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم وهو قريب الزوج، أن قريب الزوج يحتاج إلى الدخول، قال الحم الموت، يعني أن خطر الحم أشد من خطر الأجنبي، فلا يجوز
رجل أن يدخل بيتا فيه امرأة وحدها ومن غير أن يكون هناك من تزول به الخلوة، سواء كان من أقارب الزوج، بل أقارب الزوج أشد، أو من غيرهم. نعم. فما يحصل الآن في المكاتب وفي من خلوة الرجل بالمرأة، حجة أنه مدير وأنه موظف عنده أو سكرتير، هذا والعياذ بالله هذا من أشنع الجرائم، خلوة بامرأة أجنبية، بل امرأة متبرجة وسافرة، امرأة متبرجة وسافرة متزينة بأنواع الزينة، لا يجوز هذا العمل أبدا. لا يجوز الخلوة الموظفات الموظفة مع المدير، إن كانت جماعة نساء اثنتين فأكثر فلا مانع، أو مع المدير من تزول به الخلوة موظف أو موظفين، المهم أنه ما يصير هو وإياها وحدهما في مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما تزول الخلوة بالمرأة الأجنبية، هل تزول بوجود ولد عمره 12 سنة تقريبا؟ البالغ، تزول الخلوة بالبالغ من الرجال أو من النساء. نعم. يعني اللي ما هو بالغ ما يدري عن هالأمور هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الأسباب الداعية للزنا عدم غض البصر، فنأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لنا في هذا الأمر، حيث إنه لا يخلو مكان الآن من نساء متبرجات إلا من رحم الله. أولا على الإنسان أن يتجنب المواطن التي فيها فتنة، فلا يذهب إلى الأسواق التي الآن أصبحت مباءة شر وتبرج ومعاكسات، فالذي يقدر دينه ويقدر كرامته لا يروح إلى هذه الأسواق، يبتعدها. ثانيا، إذا ابتلي وصادفه شيء من الفتنة فعليه أن يغض بصره. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فبين سبحانه وتعالى فائدة غض البصر، أنه أزكى وأطهر للإنسان، وأنه إذا غض بصره قذف الله في قلبه نورا، نور الإيمان. فهذا فائدة غض البصر. أما إذا نظر، فإنه إذا نظر قصدا فإن هذا يؤثر في قلبه شرا وشهوة وفتنة لا ينتهي مداها. ولهذا يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وجاء في الحديث أن النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، فإذا كف الإنسان بصره حماه الله من شر هذا السهم. أما إذا أطلقه فإن هذا السهم يرجع إليه، وين يقع؟ يقع في قلبه، هذا السهم يطعن في قلبه، يطعن في قلبه والعياذ بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما سأله عن نظر الفجأة، إنسان ما قصد وقع نظره على امرأة من غير قصد، ما يستديم النظر، يكف بصر، يغض بصر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الثانية ما حرام عليك، لكن الأولى اللي ما قصدتها اللي يعفى عنها، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب أو إلى صورهم ولو بلا شهوة؟
أحسن إنها ما تنظر إليهم، أحسن إنها ما تنظر إليهم من غير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة لا بأس أن تنظر إلى من تخاطبه أو تبيع معه أو تشتري نظرا ليس فيه شهوة، وإنما هو للحاجة ما في مانع. وكونها ما تنظر إليه مطلقة أحسن بعد، لكن إذا احتاجت إلى النظر من غير شهوة فلا بأس، أما النظر بشهوة فهو حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أقيم الحد على شخص وضرب في مقتل فما الحكم في ذلك؟ ينظر في ذلك إذا كان الذي ضربه قاصدا لهذا المكان فإن هذا اعتداء، أما إذا كان ما قصد لكن صادف هذا المكان من غير قصد فإنه لا شيء في ذلك لأنه غير متعمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا نهي عن الحفر للمرجوم في الزنا مع أن هذا أضمن وأحسن له في قتله؟ لأنه ما صح، لأنه ما صح الحفر له، ما دام لم يصح فإنه لا يحفر له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يذكر أن الحفر للمرجومين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هو السلطان الذي يقيم الحد؟ هل هو الهيئة أم الشرطة أم القاضي؟ يقيمه من يكل إليه السلطان إقامته، من يكل إليه السلطان إقامته، إذا وكله للأمير يقيمه الأمير، إذا وكله لرئيس الهيئة يقيم، إذا وكله للقاضي من ينوبه الإمام، إذا وكله لرئيس الشرطة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وصلت الحدود إلى الشرطة فهل يجوز طلب العفو منها؟ لا، السلطة نواب الإمام فلا يجوز، فلا يجوز أنه يعفى عن الحدود إذا بلغ، لكن قبل ترتفع للشرطة فلا بأس بالستر، بل هو أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بنا أحد المعلمين معلمي التربية الإسلامية صلاة الظهر في المدرسة قبل يومين، وقنت بنا في الركعة الرابعة، وعند مناقشته في الأمر ذكر أن هذا وقت نزول المطر، فهو وقت إجابة دعاء، فاستحسن الدعاء والقنوت، فما هو القول في هذا الفعل؟ وما حكم صلاتنا حيث دخلتها هذه الزيادة؟ والله يا أخوان الشباب عندهم أمور حقيقة، الله يهديهم، عندهم أمور يجتهدون فيها ويخطئون حتى في العبادات، ألا يجوز هذا العمل؟ ما يجوز هذا. من ورد عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى الآن، من ورد عنه أنه يقنط في الصلاة إذا نزل المطر؟ على هذا أنه يثبت لنا، نحن نتبع الدليل، فإذا جاب لنا دليل أن الرسول أو أصحابه أو حتى من المسلمين الذين جاءوا من بعد أنهم يقنطون في الصلاة عند المطر، هذه بدعة، هذا أحدث بدعة في الصلاة، فعليكم أن تناصحوه، ولكن الصلاة صحيحة، وهذه الزيادة من جنس الصلاة لأنها دعاء والصلاة فيها دعاء، لكن هو أخطأ في هذا وعليه أنه لا يعود لمثل هذا. وننصح أن الشباب ما يجتهدون هذه الاجتهادات الخاطئة، لأن هذا يتوسع بعدين ويجي بدع ويجي أمور محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسألوا هذا يجيب لنا دليل من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عمل المسلمين أنهم كانوا إذا نزل المطر يقنطون في الصلاة، ما أظنه يلقى دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدير مدرسة، وقد أتاني تعميم من إدارة التعليم بوجوب إلقاء تحية العلم والوقوف له وإلقاء النشيد الوطني للطلاب، فما حكم هذا الفعل وهل لي أن أطيع؟
هذه معصية بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمكنت أنك تتخلص منها ولا تحضرها فافعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وسم الدابة في وجهها لتكون شاهدا حتى تعرف إذا ضاعت؟ هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز الوسم في الوجه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الوسم بين العين والأذن هل يعد هذا من وسم الوجه؟ الوجه معروف، الوجه معروف ما تحصل به المواجهة من الآدم أو من البهيمة، فلا يجوز الوسم في الوجه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أقرض آخر مبلغا من المال، وهذا المقترض قد تراكمت عليه ديون كثيرة، فأراد المقرض أن يسقط الدين عنه بأن يسدده من زكاة ماله التي يخرجها سنويا، فهل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز إسقاط الدين عن الزكاة، الزكاة لا بد يزكي، وإذا أراد يسقط الدين من باب التبرع والإحسان لا بأس. يعني يوم صار المدين معسر وظن أنه ما هو بجاي من الدين يجعل زكاة علشان يسلم من الزكاة، ما يجوز هذا، لا يجوز. إن كان غنيا يسدد، إن كان فقيرا فنظرة إلى ميسر. وأما الزكاة فلا بد من دفعها في وقت وجوبها لأنها للفقراء والمساكين. نعم. وهذا إن كان غني يسدد، وإن كان فقير يجب إنظاره إلى ميسرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام أحد الآئمة يوم أمس بالجمع بين المغرب والعشاء، رغم أنه وقت الصلاة لم يكن هناك مطر والطريق ليس فيه وحل، وحصل بذلك أن بعض الجماعة قد خرج من المسجد بعد صلاة المغرب لعدم قناعتهم بجمع الإمام، وبعضهم جمع معه وبعضهم صار في تردد، فمن المحق من هؤلاء وما توجيهكم في هذا حيث إنه يكثر هذا الأمر؟ الجمع لا يجوز إلا بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول وقت نزول المطر الذي تبتل به الثياب، لما المطر ينزل قويا تبتل به الثياب. الحالة الثانية إذا كان في الأرض وحل، إذا كان في الأرض وحل وطين يشق على الناس خوض الطين، والطرقات ظلمة في ذاك الوقت، الإنسان يسقط في الطين وهو ما درى، ظلم الليل. الحالة الثالثة إذا كان فيه ريح باردة شديدة، هذه أحوال الجمع، وليس شيء من هذه الأحوال موجود البارحة، لا وحل لا ريح باردة لا مطر ينزل، فهذا الذي جمع قد أخطأ لأنه جمع من غير سبب، والذين خالفوه أصابوا الحق وهو أخطأ وتحمل صلاة هؤلاء الذين صلوا معه. وأنا قلت لكم الشباب يرتكبون أمورا غريبة ولا يسألون أحد، بل ما يعترفون لأحد، ما يعترفون لأحد، يأخذون بآرائهم ولا عليهم نحو. هذه أمور دين ما يجوز التلاعب فيها، ولا هي محل للاجتهادات الشخصية، أمور دين مضبوطة بالأدلة وبالعلم. فإذا كنت لا تعرف اسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنك تأخذ برأيك ولا يكفي أنك تضر نفسك بل تضر المسلمين اللي وراك وتغررهم، هذا أمر لا يجوز. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يستخدم علاجا بعد صلاة الفجر وهو عبارة عن 13 حبة منها حبوب منومة، 13 حبة إيه ما يصلح 3 عن 13 حبة. نعم. منها حبوب منومة ثم ينام ولا يستيقظ إلا الساعة 9 ليلا فيصلي الصلوات التي أخرها بسبب النوم، فما الحكم في حاله؟ لا يجوز له هذا، لا يجوز ينام عن صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة المغرب
لا يجوز هذا. بل يوصي من يوقظه في الصلاة، يوصي من يوقظه من أهله، أو يجعل عنده منبه للساعة يعتني بصلاته ما يتساهل فيها. وهذا النوم ليس بعذر لأنه تعمد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول لآخر صبحك الله بأنوار النبي عند الصباح، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز، فهل يجوز إبداله بصبحك الله بنوره؟ لا، صبحك الله بالخير، يقول صبحك الله بالخير. أما بأنوار النبي، وين هي أنوار النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم متوفى وليس له أنوار، هذا عند القبوريين وعند الصوفية، فهذا لا يجوز هذا الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في إجهاض الحامل من الزنا، لا سيما إذا كانت المرأة مغتصبة والحمل ما زال في شهره الأول؟ وش ذنب الحمل يسقط؟ ما يجوز هذا، ما يجوز أن يسقط الحمل، وهذا أيضا يؤدي إلى تفشي الزنا. إذا أفتيت المرأة بأنها إذا حملت من الزنا تسقطه في الشهور الأولى، صار هذا مخرج لها، فلا يجوز هذا الحمل. الحمل لا يسقط إلا إذا كان يخاف على أمه من الموت، إذا كان يخاف على أمه من الموت لو استمر فيها الحمل إنه يسقط. أما إسقاطه لأجل دفع العار، العار لازم لها ولو أسقطته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناس ما يخفى عليهم شيء. نعم، عليها التوبة إلى الله وترك الحمل، عليها التوبة إلى الله، والله يقبل التوبة ممن تاب، ولا تعتدي على الحمل بل تبقي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.